رباعيات صلاح الدين. انا بقى مش ذاكر اللغه العربيه والادب العربي ومعجب جدا بال اللغه العربيه الفصحى طبعا، لكن كمان الشعر العامي بصلاح الدين بعيد التونسي الى اللغه. وخلال قبل هناك رجعت لنصوصي وقريت فيها، وفي حاجه خاصه جدا في الرباعيات، في موقف عن الكون كله. فانا لقيت اربع اوصاف او صور، وهذا الرباعي وعمل اتجاه الروح بتاع الصوره في روحها. اربع اوصاف، الاول اسمها من اصل طين، والرباعي يقول لك مع ان كل الخلق من اصل طين كلهم ينزلوا مغمضين، بعد دقائق وشهور وسنين تلاقي ناس أشرار وناس